انا جبت لحضرتك الدواء مدام. ايه ده، هو حضرتك ما فطرتيش ليه؟ مش عايزه افطر دلوقتي، تعالي عايزه اقعد اتكلم معاكي شويه. حاضر. اقعدي قصادي هنا. لا ما يصحش يا مدام. بقولك اقعدي اقعدي يا صابرين. ايه؟ بقولك اقعدي يا صابرين، ولا اقولك يا مس صابرين احسن؟ مدام انا عايزه افهم، واحده زيك معاها مؤهل عالي وبتشتغل مدرسه موسيقى تيجي تشتغل عندنا ليه وتعمل عليها الافلام دي كلها؟ يا مدام انا انت ليل ونهار عماله تدوري وتدعبسي في الشقه، بدوري عليا اتكلمي. بس هقول على كل حاجه، بس النبي بعتي البتاع ده. بصي يا مدام، الحقيقه ان انا فعلا مدرسه موسيقى. واللي جابني عند حضرتك هنا سبب انا مش عايزه اقوله لك، لاني بصراحه كده خايفه عليكي. سبب؟ سبب ايه؟ دكتور شريف اخو حضرتك اتعرض لمحاوله اغتيال. امسكي نفسك يا مدام ما تقلقيش، دكتور شريف كويس، هو دلوقتي في المستشفى وان شاء الله هيخرج ويبقى زي الفل. يا حبيبي يا شريف، عشان كده لما بكلمه ما بيردش عليا. رضا كان اخر واحد عند دكتور شريف، كان بيحكي له عن المصايب والبلاوي اللي بتحصل والناس ما بتعرفش عنها حاجه في المستشفى، وحصلت الحادثه وهو هناك. رضا هو اللي طلب الاسعاف وانقذ حياته، واخر حاجه قالها الدكتور شريف كان اسم حضرتك والعنوان هنا. احنا ساعتها ما فهمناش اي حاجه لحد ما فهمنا بالصدفه، وده اللي خلاني جيت لحضرتك هنا اعمل دور الشغاله. كنا بنحاول نوصل لاي حاجه لحد ما حضرتك قلتي قدامي على موضوع الشنطه اللي الدكتور سابها لك قبل الحادثه بشويه. اهي الشنطه دي بقى هي اللي جابتني هنا انا ورضا. قومي حالا نمي هدومك وامشي من هنا، ومش عايزه اشوفك لا انت ولا اللي اسمه رضا ده ابدا تاني نهائي، انت فاهمه؟ امشي. حاضر. تعالي بحال يا رب، يا رب دي البنت اللي طلعت بيها من الدور شفا من عندك يا رب، شفا من عندك يا رب. دكتور طمني يا دكتور. كله خير ان شاء الله. يعني يا دكتور، يا دكتور رضا، طمني يا رضا، بدي اخبرها ايه؟ اقعدي شويه يا ماما. انا مش تعبانه يا رضا، طمني على البيت. اقعدي بس شويه، انا عايزه اتكلم معاكي. اقعدي. بص يا ام امال، الكلمتين اللي انا هقولهم لك دول للاسف ما لهمش طريقه سهله يتقالوا بيهم، لازم يتقالوا زي ما هم كده. خير يا رضا، بنتي مالها؟ امال حالتها بقت متاخره قوي، ولازم نعمل العمليه بسرعه، لان احنا لو ما عملناش العمليه تقوم. يا جابر انت راجع هتفضل نايم كده كتير؟ عايز انا اقوم اروح على فين يا جمالات؟ روح يا حبيبي شوف اكل عيشك، شوف شغلك، وبعدين اللي حصل حصل، والنومه بتاعتك دي لا هتقدم ولا هتاخر. انا خلاص ما بقاليش وش انزل الحاره من بعد كل الناس ما عرفت ان بنتي طفشت، وانا تربوش مش عارف طريقها فين. وهم كانوا هيعرفوا منين لولا عملتك السودا وخناقتك مع رضا؟ يعني كنت عايزة انا اسكت لما عرفت ان رضا عارف طريقها فين؟ انت هتستعبطني يا راجل انت؟ انا عارفه ان هي وزده من سليمان، واديك فضحت نفسك في الاخر ما عرفتش حاجه. او ده اللي حصل. صابرين. السلام عليكم. السلام عليكم. انت كنت فين يا بنت؟ انتي كنت تايره على حل شعرك فين بقالك اسبوع؟ كنت صايعه فين يا بنت الكلب؟ انا ما كنت صايعه في حته، انا كنت مع جوزي. في ايه؟ جوزك؟ جوزي على صلاة الله ورسوله. بتقول ايه؟ طب وين بنات المسلمين؟ بقتلك يا لهوي يا لهوي يا لهوي، هتودي نفسك في 60 دقيقة عشان بنت زي دي؟ عادي يا وليه؟ انا ما خدتش في حاجة يا ناس، انا عملت اللي ربنا قال عليه حلال، ولاده هتحرق
غلبانة عليمة، ضحك على البنت وغلط معاها. غلط معاها ايه يا ابو عقل ده اللي منت؟ دي مراته حلاله وانت دلوقتي مالكش حكم عليها. انت ايه ما بتشطرش غير على الولايه؟ كلامك مع رضا لما يرجع وبقى السلاح بقى وعدك منه. يلا يا بنت انت مالكيش وعد هنا. جرى يا حليم انت بتقول بنت على ابوها ولا ايه؟ بقول لك ايه يا وليه انت؟ لم نفسك حكيمانه كيف عندي ضرب النسوان، ولو ما خرستيش هجيبك من شهرك واكنس بيك سلالم البيت. سامع ولا لا؟ يلا يا بنت خش لم بقيت حاجتك وانا واقفه لك هنا. لا مفيش حاجه تخرج من البيت ده. ولو حبيتي تخرجي اخرجي بطولك، مفيش ولا حته غرقه تاخديها معاكي. وانت من النهارده لا بنتي ولا انا اعرفك. حوش حوش جاتك ست النيله، هو انت عمرك جبت لها حاجه يا منيل؟ ده غير الالافات اللي بتاخدها على قلبك قد كده منها يا والواد، وبتصرفها على السخام اللي انت بتطفحه. جاتك نيله. يلا يا بنت يلا يا بنت تمشي من هنا بلا اعرف تعيشي مع الناس دي ازاي. يلا يا بنت سيبها لهم مخدره ياكش تولعوا كتكو ستين نيل هتفو. شريف رد علي يا حبيبي، لو حصل لك حاجة أنا مش ممكن أقعد في الدنيا دي بعدك دقيقة واحدة. الدكتور قال لي لما الحالة تستقر هيسفروك يعالجوك بره، وأنا كمان هسافر معاك مش هسيبك ثانية واحدة بعد كده أبدا. أشرف عمل العملية، أنا كلمت مراتك وطمنت عليها، صالحتها عشان خاطرك. شريف يا حبيبي رد عليا، مين اللي عمل فيك كده؟ يا مدام يا مدام أرجوكي كفاية كده، أنا كده هتأذي. يا مدام هو إن شاء الله هيخف وهيبقى زي الفل، عشان خاطري تعالي معايا أنا هتأذي. Thank you.